ينضم إلينا من بورت سودان وزير الصحة السوداني هيثم عوض. الله، أهلا بك سعادة الوزير. إلى أي مدى لعبت الحرب دورا في تفشي الكوليرا إلى الدرجة التي شهدناها بهذه الأرقام التي سبق وعرضناها، وكيف تتعاملون مع تفشي الكوليرا في البلاد؟ شكرا جزيلا للاستضافة. بالنسبة للسؤال عن الحرب كيف لعبت دور في تفشي هذا المرض، علما أنه ما كان موجود في السودان خلال الأربع أو خمس سنوات الماضية، بدأ في العام الماضي اللي هو العام الأول للحرب في بعض الولايات، وتم السيطرة عليه بالتدخلات المختلفة. حقيقة الحرب أثرت في عدة محاور تسببت في انتشار الوباء. المحور الأول أنه كثير جدا من مصادر المياه الصالحة للشرب والمعالجة اللي هي تم تدميرها بواسطة ميليشيا الدعم السريع في كثير جدا من المناطق، وكذلك اجتياح الميليشيا للمناطق اللي فيها خريف ومتوقع يكون فيها وباء الكوليرا زي ولاية الجزيرة وولاية سنار في الفترة الأخيرة. ده كان عنده أثر كبير جدا في المسألة دي. السبب الثالث اللي هو حالات النزوح الكبيرة من مناطق سيطرة الميليشيا إلى ولايات سنار ولايات كسلة والقضارف والبحر الأحمر ونهر النيل الشمالية. بقت الولايات دي مكتظة، النازحين خاصة في دور الإيواء ما عندهم الخدمات المناسبة من المياه الصالحة للشرب بالرغم من قدر كبير جدا من المعالجات وكلورة المياه المبذولة من ناحية وزارة الصحة السودانية وكذلك من ناحية المنظمات الدولية ليحتوى الوباء. بالإضافة للكوليرا، ما هي أبرز الأمراض والأوبئة الفيروسات التي تنتشر الآن في السودان، وكيف أيضا تتعاملون معها؟ هل تتوفر أدوية أو أمصال لكل ما ستتفضل بذكره إن كان هناك؟ حاليا غير الكوليرا باعتبارها هي الوباء الأول وعليه التركيز الكبير جدا باعتبار معدلات الانتشار العالية حقته، لأنه بيعتمد بصورة أساسية على الانتشار عن طريق الماء وعن الشراب والطعام الملوث. الأوبئة الثانية معروفة أنه مثلا وباء الملاريا بقى من الأمراض المتوطنة والموجودة داخل السودان، وتوجد تدخلات حاليا مع صندوق الدعم العالمي وكذلك مع بعض المنظمات للاحتواء. وقعنا اتفاقية مشتركة مع الجلوبال فوند لمدة 3 سنوات لدعم في جانب الملاريا بما يتجاوز ال 120 مليون دولار. كذلك بعض الأوبئة الثانية الخفيفة بنعتبرها لأنها قليلة الوفيات لكن معدل انتشار عالي زي الأمراض الجلدية مثلا أو أمراض العيون، ودي كلها حس حاليا في انحسار متكرر. لم يشهد السودان اللي هي الحميات النزفية المرتبطة بالإنسان والحيوان كحمى الوادي المتصدع مثلا أو غيره حتى الآن، يوجد نظام تقصي ورقابة منتظم. بالنسبة للإمداد الدوائي، آخر اجتماع بالأمس كان عن الإمداد الدوائي ده البلاد. حقيقة ما هو متاح من محاليل وريدية أو مدخلات معامل للفحوصات سواء كانت عن طريق حكومة السودان موفرة أو عن طريق منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. من ناحية الإمداد الصورة كويسة جدا، إمداد ما بطال يعني على الأقل خلال الشهر. هل هو كافٍ؟ الصعوبات الكبيرة هي في إيصال الإمداد. التحدي الأكبر هو إيصال الإمداد أكثر من إنه توفر الإمداد. طيب، على ذكر إيصال الإمداد معالي الوزير، خلال 6 أشهر. طيب تفضل. عفوا، هي مشكلتين مرتبطات بهم. الأولى عن كمية الإمداد، هو حاليا موجود الإمداد الحريج، لكن إذا استمرت الأوبئة لشهور لقدام بالتأكيد بنحتاج مزيد من الدعم والإمداد، وهنالك اتفاق عبر دعم من حكومة السودان وكذلك من المنظمات في إمداد قادم للسودان. المشكلة الأكبر هي مسألة إيصال الإمداد للولايات اللي هي فيها عمليات حربية نشطة أو توجد فيها ميليشيا الدعم السريع، باعتباره أنه تصعب على الكوادر الصحية ويصعب كذلك على موصلي الإمداد. يعني إحنا ولاية سنار على سبيل المثال بعد الاجتياح الأخير للدعم السريع لها واجهتنا صعوبات، إلا وأوصلنا بعد غيبة خلال الأيام الماضية عن طريق النقل الجوي بواسطة القاعدة العسكرية. يعني فاستمرار إغلاق المنافذ والطرق خاصة المؤدية لوسط السودان للنيل الأبيض لكردفان
لجنوب النيل الأزرق. استمرار إغلاق هذه المنافس بالتأكيد حيكون عقبة كبيرة جدا أمام الصحة وأمام الإمداد الدوائي لهذه المناطق. واضح. طيب معالي الوزير، ما هي حالة مناطق النزاع، مناطق الصدام المباشر التي تشهد حربا؟ إذا صنفنا السودان لثلاثة مناطق، هناك ما يسيطر عليه الجيش الحكومة، وهناك مناطق يسيطر عليها الدعم السريع، وهناك مناطق العاصمة الآن تشهد احتداما في الصراع وحرب. ما هي حالة هذه المناطق، وما هي حالة المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع؟ كيف تتعاملون معها صحيا؟ من يسيطر على سلطاتها الصحية هناك، وكيف تخدم صحيا؟ نحن بغض النظر عن من الذي يسيطر على المنطقة، سواء كان قوات المسلحة أو ميليشيا الدعم السريع، من البداية كان شعارنا هو إيصال الخدمة وخدمة إنسان السودان حيثما كان. وبالتالي حاليا نحن عندنا خدمات صحية مستمرة في إقليم دارفور، في غرب دارفور، في وسط دارفور، في شرق دارفور، اللي هذه المناطق السريع أوصلنا لها الإمداد أكثر من مرة، خاصة إمدادات الكلى، إمدادات الطوارئ، التحصينات بتاعة الأطفال في كل إقليم دارفور وفي كل إقليم كردفان. المنطقة اللي بتشهد عمليات حربية نشطة هي فيها صعوبات كبيرة. حتى ولاية الخرطوم حاليا، المناطق اللي هي فيها الدعم السريع اللي هي الخرطوم والخرطوم بحري، عندنا عدد من المراكز الصحية شغالة، عدد من المستشفيات شغالة، لكن كل المؤسسات الموجودة في منطقة سيطرة الدعم السريع، سواء كان دارفور ولا كردفان ولا أجزاء من الخرطوم ولا سنار، لا تعمل بالطاقة الكلية. إن عملت تقدم فقط خدمات. من يديرها معالي الوزير؟ من يدير هذه المؤسسات؟ لا، تديرها كوادر الصحة، يعني خاضع لسلطتكم كوزارة صحة تبع حكومة السودان منذ ايوه لا مشكله. انا اذكر الدعم هنا الدعم السريع عاده الدعم السريع عاده ما عنده اهتمامات بالمؤسسات الصحيه، لكن المؤسسه اللي بيستلمها بشغلها عاده لمعالجه الجنود الحربيين بتاع انهم بتكون ثكنه عسكريه، دي نحن ما بنعتبرها. لكن بقيه المراكز الصحيه والمستشفيات الصغيره اللي فيها كوادرنا اصلا موجوده بتصل لها الخدمات الاساسيه بصعوبات، يعني الكوادر الموجودة هناك أو الأهالي أو المنظمات الوطنية اللي بتقدر توصل بتصل، لأنه حتى كمان الإمداد لما نمشي بكميات كبيرة وكده، حصل لنا أكثر من مرة نهب الإمداد خاصة الماشي لكردفان والماشي لدارفور من الدعم السريع، خاصة الإمداد اللي بيكون متعلق بخدمات الجراحة والعظام وكذا. الإمداد المرتبط عادة بالكلى، بالأطفال، بالتحصينات ما بيستفيدوا منه، بالتالي ما بيتم الاعتراض عليه. وأنت تعلم كذلك أنه معظم هذه المناطق، يعني كردفان، دارفور، الموجودين في الدعم السريع ولا الموجودين من القبائل والعشائر أحيانا بيقدروا يوصلوا الإمداد بتفاهمات بيناتهم بتتعامل، ونحن مديين الضوء الأخضر أنه أي طريقة أو آلية تسهم في إنقاذ أرواح المواطنين وتقديم العلاج للنساء والأطفال والأمهات وأصحاب الأمراض المزمنة في دارفور أو كردفان أو الخرطوم، نحن بنعمل عليها مباشرة، لأن دي مسؤولية أمام الله وأمام الشعب السوداني. بعد مرور كل هذه الفترة من الحرب المستمرة، معالي الوزير، كيف تصفون حالة المورد البشري في القطاع الصحي المتمثل بالأطباء، بالكوادر الصحية، وكيف تصفون حالة البنية التحتية من مستشفيات، مستوصفات، أو حتى معدات داخل هذه المستشفيات والمؤسسات؟ والله مشكور كثير جدا. أول حاجة، المورد البشري في السودان سواء كان أخصائيين أو استشاريين أو ممرضين أو سائقي إسعاف، لهم القدح المعلى في تثبيت النظام الصحي، ولهم القدح المعلى في استمرار الخدمات الطبية، سواء كان في المناطق المستقرة أمنيا اللي بيسيطر عليها القوات المسلحة، أسهموا بقدر كبير حتى في تطوير الخدمات العلاجية. يعني نحن سنوات كثيرة جدا لم نشهد خدمات جراحة القلب المفتوح وخدمات القسطرة العلاجية وخدمات مناظير الجهاز الهضمي وخدمات تغيير مفاصل الركبة في ولايات السودان كالشمالية والبحر الأحمر إلا في هذه الأوقات، وده دور كبير جدا كان للكوادر الصحية والاستشاريين. حتى في مناطق سيطرة الدعم السريع، المناطق الصعبة، بيتعرضوا للقتل، بيتعرضوا للإهانات، بيقدموا الخدمات ما زالوا، وعندنا أمثلة مشرقة جدا، يعني بيوصلوا الإمدادات رغم الصعوبات، تعرض جزء منهم للقتل، فقدنا أكثر من 55 كادر بيأدي عمله أثناء تأدية عمله بيصاب بالقتل داخل المستشفيات وداخل المؤسسات.
وكذلك استطالة أمد الحرب زي ما ذكرت بالتأكيد قد يكون عندها أثر سلبي كبير جدا. يعني السودان معروف كمورد بشري صحي، عنده مؤسسات وعنده قدرة إنتاجية عالية، أسهمت حتى في إيفاد بعض الدول كدول الخليج وإيرلندا وبريطانيا بأعداد كبيرة جدا من الكوادر الطبية والصحية. لكن في ظل استمرارية الحرب قد يلجأ كثيرون للهجرة إلى الخارج وقد يصعب عودتهم مرة ثانية. لكن حتى الآن الوضع من ناحية الكوادر الصحية ما فيه إشكالية كبيرة. النقطة الثانية مهمة جدا، إنهم رغم الظروف دي كلها هم بيأدوا في واجبهم. بالنسبة للمؤسسات الصحية زي ما ورد في تقارير سابقة لنا إنه منذ البداية واستهداف المستشفيات المركزية بواسطة ميليشيا الدعم السريع واتخاذ سكنات عسكرية في ولاية الخرطوم، خرجت أكثر من 200 مؤسسة صحية مستشفى عن الخدمة بسبب العمليات المباشرة أو النهب المباشر أو كذلك وجودها في منطقة لا تصلح للعمل. تقدر كل الخسائر في القطاع الصحي حسب اللجنة الاقتصادية التي عملت على ذلك في كل ولايات السودان، سواء كان من ناحية الخسائر المرتبطة بالمستشفيات أو الأجهزة الطبية أو المعدات أو الإمداد الدوائي أو المتحركات أو الإسعافات، تقدر بحوالي 11 مليار دولار حتى الآن. وزير الصحة السوداني هيثم عوض الله كنت معي من بورت سودان مباشرة، شكرا لك.